وعودة للتوتر بين الهند وباكستان، وينضم إلينا من إسلام أباد عبر سكايب إسماعيل مطر مراسل الغد. إسماعيل، إذن التوتر يتصاعد، الهند وباكستان تتبادلان إسقاط الطائرات، المزيد لديك؟ نعم، إن صح التعبير فلا نستطيع أن نقول بإسقاط طائرات من كلا الجانبين، لأن باكستان أسقطت طائرتين هنديتين، بينما الهند لم تسقط أي طائرة باكستانية حتى الآن، ولكنها تجاوزت يوم أمس الحدود الجوية الباكستانية في منطقة كشمير الباكستانية، بينما باكستان تجاوزت الحدود اليوم واستدرجت طائرتين هنديتين وأسقطتهما، إحدى الطائرات سقطت في كشمير الباكستانية والأخرى سقطت في كشمير الهندية. ولكن إسماعيل، إن سمحت لي، في جزئية أن الهند أعلنت في بيان رسمي أنها أسقطت طائرة باكستانية، ليس كذلك؟ نعم، هذا الأمر تنفيهي باكستان والجيش الباكستاني جملة وتفصيلا، وحتى وسائل الإعلام الهندية تطالب الحكومة والجيش الهندي بأن يوفروا أي صور لضحايا باكستانيين أو لطائرات باكستانية تم إسقاطها، بينما على عكس ذلك الجيش الباكستاني نشر صور للطائرات التي أسقطها سلاح الجو الباكستاني. الطائرة الهندية قام الجيش الباكستاني بنشر صورها، ووسائل الإعلام تناقلت هذه الصور، وأيضا الطيار الهندي الذي قام الباكستانيون والجيش الباكستاني بإلقاء القبض عليه وأسره حيا أيضا نشروا صورة، ما يدل على أن باكستان الآن تعمل بشكل واثق جدا في تصرفها العسكري. هذا الأمر أكد عليه ناطق باسم الجيش الباكستاني. الجدير بالذكر بأن عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني كان قد ألقى خطابا قبل دقائق عن الأحداث الأخيرة، وأكد على أن على ضرورة الحل السلمي لهذا الوضع المتوتر، وأن على الهند أن تفهم أن باكستان ليست دولة ضعيفة وأنها باستطاعتها الرد، وأكد على حرصه وخشيته من أن يخرج الأمر من يد الساسة، وأن يتوقف الأمر فقط بين جيشي البلدين. نعم إسماعيل، بالنسبة للتداعيات وردود الأفعال على مقياس التصعيد، كيف يقرأه السياسيون في باكستان؟ السياسيون في باكستان، كان لنا لقاء قبل قليل مع إحدى الجنرالات المتقاعدين الباكستانيين، أكد فيه بأن باكستان بهذا التصرف قادرة على الرد المباشر والسريع والعميق أيضا في الجانب الهندي، واستدل بحادثة اليوم التي أسقط فيها الباكستانيون طائرتين هنديتين، وأكد على أن الحكومة الهندية عليها أن تعي بشكل جيد هي والجيش الهندي بأن باكستان لها القدرة الكاملة على الرد والرد القاسي أيضا. وأيضا أكد الجيش الباكستاني وأكدت الحكومة الباكستانية على لسان عمران خان وأيضا الجيش الباكستاني على لسان المتحدث باسم الجيش الباكستاني على ضرورة الحل السلمي والجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث في هذا الأمر، لأن تجاوز أو خروج الأمر من يد الساسة وخروج الأمر من يد السياسيين بشكل عام وتركيزه فقط في الجيش والعسكر قد يكون له نتائج لا تحمد عقباها. أشكرك جزيل الشكر إسماعيل مطر مراسل الغد، كنت معنا عبر سكايب من إسلام أباد.